وان هذا العام خرجت بصفر لقب، بغى يدير داك الانتدابات ديال 11 لاعب. البدراوي تينقص في لقطه من هنا لقط من هنا كيجي من هنا كيجي كريصاج كامل ما يخرجش فيهم، ما يخرجش فيهم حتى ثلاثه ولا اربعه. قبل سعيد الناصري لاننا تعلمنا من اخطاء ديال اللي فاتت، لاعبين كيجيو كيستنزفوا خزينه الفريق. شوف صراحه باش نكونوا صريحين، هذا العام سعيد الناصري ما بغاش يخدم نفس العقليه اللي كان خدم شحال هذه ديال السنوات اللي فاتوا، فاش دار انتداب ديال 11 وعاب، فاش لقى انتقاد من الجماهير بزاف. هذا العام البدراوي جا بغى يوعي جمهور الدراجه بانه زعما غيكون رأي جديد وغيطلع الفرقه وشحال من حاجه، وان هذا العام خرجت بصفر لقب، بغى يدير داك الانتدابات ديال 11 لاعب. وليني صراحه راه واخا هكاك، واخا 11 لاعب واخا هكاك، وليني عنده انتقادات من الجماهير بزاف. ورحنا الصراحه سعيد الناصري راه مازال غادي في الطريق، راه دابا لحد الان ونجم البحيري يعني مازال زي القدام، ودار تجديد لعابه. يعني دابا الزوين انه ما جابش لعابه جداد اللي ما غيقدروش يتفاهموا مع الفرقه، زاد تجدد لعابه اخرين مجبران تاكناوتي حسوني، يعني التشكيله لو بقى حافظ عليها راه شي حاجه مزيانه، وراه كيزيد وجايب لعابه زوينين اللي خاصين. مازال خاصنا نافس صراحه، واللي كنتمنوا مساعد الناصري انه يجيبه الصراحه. كاين الا تبدلت الفرقه والناصري جاب شي تشكيله واحده اخرى، كنظن ان العام الجاي ان شاء الله يقدر يدير بيكون من نصيب فريق الرجاء البيضاوي، حيت هي جابت لعابه وغيبداو موسم كروي مساجمين وغيتفاهموا وغيعرفوا شحال من حاجه، ماشي بحالنا حنا بدينا بواحد التشكيله ودينا بها العصبه ودينا بها بطوله ومشاركنا فيها في كاس العرش والسوبر مازال وكاس العالم الانديه، وجينا حتى للدقيقه الاخرى وتبدل شحال من حاجه اللي كنتي محافظ عليها، راه امبوسيبل تلقى نتيجه ايجابيه، ضروري راه غتلقى نتائج سلبيه وانتقادات ضروري من الجمهور. واخا داروا انتدابات ماشي انتدابات اللي زعما اللي غتكون مهمه زعما في العام الجاي، حيت كما قال لهم بدراوي راه كارس فهمتيني، والانتدابات اللي داروا الوداد راه جابوا ناجم، جابوا البحيري، يعني جابوا لعاب زوين، يعني العام الجاي غتكون الكلمه ديال الوداد ان شاء الله، وديما وداد اخي. ما يطلع ما شوف الوداد عندها فريق، عندها الدراري عندهم خبرين فهمتيني، البدراوي تينقص في لقط من هنا لقط من هنا كيجي من هنا كيجي كريصاج فهمتيني، كيجمعهم كذا، يعني ما غتكونش شي منافسه كذا. بطوله وداديه العام الجاي ان شاء الله، ان شاء الله الشامبيونز ليغ. لا انتدابات ماشي غادي يكثر بحال هكا، كان تيغلط هو السي الناصري، كان تيغلط كان تيجيب كيلو ديال اللعابه، كاميو ديال اللعابه بحال اللي غادير دابا الرجاء، كاميو ما يخرجش فيهم، ما يخرجش فيهم حتى ثلاثه ولا اربعه. دابا ولاو طريوت كما تيقولوا، الطريوت مزيان الطريوت، وغادي يعزلوا لي بوست اللي كاينين، من يجيو ما غاديش يديروا شي حاجه، غادي يجي المدرب على جديد، عرفنا خصنا نعرفوا المدرب جديد شكون هو باش يبريباريو معاه. هما دابا منصابين تيطلبوا ان الكاف طالبه لهم 15 يوم باش يديكلاريو اللعابه. دابا الوداد ولات الصباح تطلب حتى 31 في هذا الشهر، بما يقادوا امورهم باش تمشي، لان دابا الوداد بقى سامح لها ولدي بالتلاعبات ولا داكشي. الوداد دابا اصبح فريق كبير، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش الوداد ما تبقى الوداد، انا تنظن انه مازال غتزيد، مازال غتزيد في مازال غتزيد في، وتنتمنى ولا اكثر، مازال غتزيد في كل شيء. دابا غير الصراعات ما بين هادشي ديال جمهور الوداد والرجاء، الرجاء جابت هذه ولا هذا جابت هذا، وتيبان لي انا الرجاء بعد شي لعبه شو ما غايبقى يرجعوا، شو ما يبقاوش يخلصوا بعد الدري ديالهم قدام كل شيء تخلص، راه عندهم مشكله، راه عندهم مشكله كامله. اما الوداد لا، الوداد انت شتي دابا كاين اللي بغى يمشي، بغى يمشي ولكن صبحت فيهم باقي يلعبوا السيبر ويلعبوا لا شامبيونز لا كوب دافريك لا كوب دي موند دي موند، باش تعرف اللعبه كلهم، وضحوا بواحد يزيدوا عام اخر باش ينفعوا راسهم وينفعوا المدرب الفرقه. فرق الرجاء البيضاوي فرق قام بالانتدابات الصيفي، وفرق الوداد البيضاوي مازال باقي ما قامش بالانتدابات، والموسم الماضي ما قامش بالانتدابات وفاز بعصبة الأبطال والبطولة وفينال ديال كأس العرش. فريق الوداد البيضاوي عنده لاعبين كل بوست، عنده دوبلور ديالو، عنده الخزان، عنده ليكيب ريزيرف. المشكل فريق الوداد البيضاوي خصهم افا سنتر، خصهم راس الحربة، ونتمناو يجيبوا شي افا سنتر، وان شاء الله نتمناو الانديه الوطنيه كاملين يعتمدوا على الاسبوار على الدراري ديالهم، يصعدوا كل موسم لاعبين ولا ثلاثه، يعني تجيب لاعب تبقى كتعتمد على اللاعب الجاهز، كتقتل الاسبوار ديال الفريق والتكوين
والفورماسيون ديال اللاعبين راه هو اهم حاجه. كنجيبوا انتدابات مجرد الانتدابات فقط، ما كاينش الفعاليه. الا كنت غادي نجيب لاعب وكاين لاعب في البطوله ولا في الكيب ديالي حسن منه، يعني لاعب لا داعي نجيب هذاك اللاعب، لا داعي نقوم بانتدابات. وكذلك حتى الاطار الوطني، الا كان اطار وطني في المستوى لا داعي نجيبوا اطار اجنبيه وعندنا اطار وطنيه في المستوى. وهي المنافسه كتبقى دائما ما بين الغارمين، يعني ما حد الغارمين باقيين كاينين بجوج، واحد المنافسه ديما غادي تبقى. وبالنسبه للاستراتيجيه ان هي اللي تغيرت بالنسبه لسعيد الناصري، لاننا تعلمنا من الاخطاء ديال اللي فاتت، لاعبين كيجيو كيستنزفوا خزينه الفريق وما كيقدموش اي مردود اللي يشفع لهم انهم ياخذوا داك المبلغ المادي، وكيستنزفوا الخزينه ديال الفريق باي من دون اي فائده تذكر بالنسبه للاداء وبالنسبه للمردوديه ديالهم. طريقه الناصري الحاليه كيف ما كنقولوا يحترم عليها، لان اللاعب طريقه العقد كي تبدلات، انك تكون عندك مردوديه عاد نقدروا نمضيو معك العقد. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه. لوماتان سبورتس، نظره جديده للصحافه الرياضيه.